السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله بإذن الله النهاردة هنحل شيت رقم 1 في مادة الـ Fundamental of Communication System. طيب، عشان بس الوقت مضغوط شوية وفاضل، المفروض احاول اخلصك يعني قبل الفجر، يعني اللي هو في خلال 25 دقيقة. فانا مش هقرأ معاك المسألة كلها، يعني انا بس هفهمك قصة المسألة وهسيبك انت تبقى تقرأها مع نفسك وهتلاقيها معاك، بس ايه، بس يعني انت بقى اقرأها يعني. فالمسألة رقم 1 مديك فيها سيركت، تمام كده، وبيقول لك يا عم السيركت ديت انت عندك ايه. السيركت دي ليها المسج بتاعها من هنا، وعندك الكارير من هنا، وعندك هنا نون لينير ديفايس بلوك. انا مش عارف البلوك ده عبارة عن ايه. المسج قبل ما، او السيجنال قبل ما تخش على البلوك دوت، بيبقى اسمها في واحد، وبتمشي بالعلاقة ديت اللي هو الريليشن ديت. حلو كده، عدت البلوك دوت هيبقى حاجة اسمها في اتنين، وبتمشي بيه، او يعني تبع ايه، تبع العلاقة اللي فوق دي. ايه واحد في في واحد زائد ايه اتنين في واحد سكويرد. الايه واحد والايه اتنين دول كونستنت، والفي واحد اهيت من تحت. تمام. قال لك اول مطلوب، قال لك ايه، انا عاوز من حضرتك ان انت تجيب لي ايه الفي اتنين. قال لك انا عاوزك تجيب الفي اتنين. طب ما انت اصلا مديني الفي اتنين، وايه واحد وايه اتنين دول كونستنت، ففاضل لك الفي واحد. فكل اللي هتعمله هاخد الفي واحد من هنا احطها فين، احطها هنا بس كده. ده كده اول مطلوب، تعالى كده نعمله بسرعة. هتقول لي ايه، هتقول لنفسك كده ان انت دلوقتي انت عاوز تحسب الفي اتنين، صح؟ هيبقى مين هي الفي اتنين؟ الفي اتنين عبارة عن ايه واحد في في واحد. مين هي في واحد؟ عبارة عن اي سي كوزاين 2 باي اف سي تي زائد اي واحد ام. كده انا كتبت ايه، كده انا كتبت الحتة الاولانية دي. واللي بعد كده زائد مين بقى؟ اي اتنين في في واحد سكويرد. اي اتنين في في واحد سكويرد، تعالى خد لي في واحد دي كده اعملها سكويرد. طيب دي لما تعملها سكويرد هيطلع لك ايه، المربع الاولاني اللي هو ايه سي سكويرد كوزاين سكويرد 2 باي اف سي تي زائد التاني سكويرد اللي هو الاي اتنين في الام سكويرد زائد الاول في التاني في اتنين اللي هو يبقى اتنين اي اتنين اي سي ام مضروبة في كام بقى؟ مضروبة في كوزاين، مضروبة في كوزاين 2 باي اف سي تي. تمام كده؟ تمام، حلو قوي. تمام، ده كده ايه اول مطلوب. كده انت خلاص كتبت لي الايكويشن اللي هو كان عاوزها منك. ده كده ايه اول مطلوب. طيب ماشي، تاني مطلوب عاوز من حضرتك ايه، بيقول لك سبيسيفاي الفريكوانسي ريسبونس اللي تخلي تون السيركت ديت ماست ساتيفاي الايه بقى الاوردر بتاعها. يعني بص، عاوزك يعني ان انت تخلي السيركت دي تجنريت في الاخر اي ام سيجنال على الفريكوانسي اللي اسمه اف سي، الكارير بتاعها اف سي. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني تاني هو تبص اقرا كده معايا، بيقول لك انا عاوزها تجنريت اي ام سيجنال ويز اف سي از كارير فريكوانسي. يعني انا عاوزها اي ام، عاوزها تشتغل كانها اي ام والكارير بتاعها اسمه اف سي. تمام، فمين هو الاي ام؟ عارفين ان الاي ام ده عباره عن اي سي افتح قوس واحد زائد الكي اللي هو السنسيتيفيتي مضروبه في كام، مضروبه في المسج، كل ده مضروب في الكوزاين متحمل على الكارير اللي هو قال لك اسمه ايه، اسمه اف سي، صح كده؟ يبقى انا عاوز اوصل للشكل ده. يبقى انا عاوز، هو إيه؟ عاوز مني ايه يعني في الاخر؟ عاوز من حضرتك تخلي السيركت دي تجنريت الايكويشن دي. طب هي السيركت دي اصلا بتجنريت ايه دلوقتي؟ بتجنريت الايكويشن الكبيره اللي احنا استكتبناها دي اللي هو في اتنين. ما في اتنين ده اللي بيخرج، هو ده كده في اتنين، دي كده في اتنين. تمام، طب ازاي اوصل الايكويشن الكبيره اللي فوق دي للايكويشن الصغيره اللي تحت ديت؟ قال لك بص، محتاج ايه، ان انت تصحصح كده بس شويه. هتلاقي ان انت هنا عندك كوزاين، صح كده، وعندك هنا اللي هو الايه، عندك يعني في ارقام بره وقوس كده، واحد زائد ايه زائد رقم، الرقم ده اللي هو الكي مضروب في المسج، صح كده؟ طب انا ازاي اوصل بده اللي فوق؟ فلو جينا كده بصينا وركزنا، يعني انت ممكن تلاحظها، يعني هتقول لنفسك ايه، ممكن والله اخد الترم ده كده كومن فاكتور مع الترم دوت. يعني شايف الترم اللي انا علمت عليهم دلوقتي دول، ايه رايك لو اخدت دوت بقى كده كومن فاكتور؟ فاللي هيطلع لك ايه، هتقول لي والله الفي اتنين كده هتقولي كده والله ال V اتنين دي عبارة عن ايه؟ طيب عبارة عن A واحد مضروبة في A سي مضروبة في ال، هقولك خلينا نكتب القوس الأول عشان تبقى شبهها، أو يعني مش هتفرق. احنا قلنا ايه، هنكتب، هناخد القوس ده كده كمان فاكتور، يبقى A واحد في A سي في كوزاين 2 باي اف سي تي. تمام كده، افتح قوس بعد كده، انا اخدت القوس ده كله دلوقتي، صح كده؟ فهيبقى لي مكانه كام؟ هيبقى لي مكانه واحد زائد الكوز ده بقى ايه اللي اتاخد منه؟ هلاقي ان انا اخدت الكوزاين منه خلاص، واخدت الاي سي منه كمان، وبس كده. يبقى لك ايه، يبقى لك منه اتنين ايه اتنين
دي اللي اتبقت اهيت مقسومة على كام؟ على ال A1، لان مفيش A1 فيه، صح كده؟ يبقى كده القوس اللي بره كله خلاص اتاخد، تمام. كل ده مضروب في كام برضو؟ ال M دي انا لسه مخدتهاش، يبقى اكتبها هنا، تمام. بعد كده تكتب كل حاجة تانية زي ما هي، يبقى زائد الترمين دول كده، هم دول اللي تاخده. هنكتب بقى دلوقتي بقى الحاجة كده خلاص، اصلا اللي انا بمسحه دلوقتي ده خلاص احنا وصلنا له. يعني بص، قبل ما امسحه بص، المنظر دوت هو عبارة عن ايه؟ هو اللي احنا لسه كاتبينه باللون اللبني دوت، ولا اللون ده يعني، تمام. طيب تعالى نكمل بقى الايكويشن. هتقولي بعد كده زائد AM او A1M زائد A2M2 زائد، بقول لك ايه، الكوزين سكوير دي في السيجنال عموما، اخلص من اي كوزين سكوير تقابلك. طب دي كوزين سكوير اخلص منها ازاي؟ هقول لك تخلص منها ازاي. الفكه بتاعت الكوزين العاديه اللي هي بتبقى ايه، واحد او بتبقى نص زائد نص كوزين ضعف الزاويه اللي هي 2 في الثيتا، تمام. اكتب القانون ده، طبقه على البتاع دي، هتوصل ليه؟ هتوصل دلوقتي ليه؟ ايه 2 اي سي سكويرد مضروبه في نص بره زائد نص ايه 2 اي سي سكويرد، وبقول لك كوزين 4 باي اف سي تي، تمام كده. قال لك تمام، ماشي، حلو قوي. بعد كده بس انت مش محتاج حاجه اكتر من كده. هتقول لي بعد كده، تعالى بعد كده ايه، برضو انا كده لسه ما يعني ماشي، انا عاوز اخد السيجنال دي ماشي، فانا محتاج ان انا ايه السيجنال اللي لونها ديت، يعني دي كده اللي انا عاوزها فعلا. طب كل دوت انا محتاج كل دوت كده ان انا ايه اقوم شايله، حلو كده. طيب ماشي، فانا هعمل ايه عشان اعمل الموضوع ده؟ قالك تعالى بس الاول نرسمها عشان نفهم بس الدنيا، تمام كده. تمام، عشان نرسم حاجه زي كده هنرسمها ازاي؟ قالك هتعمل لي خط كده بس الاول بتاع الفريكوانسي. طبعا انت لما تيجي ترسم كله في الفريكوانسي دومين، تمام كده. تمام كده، قالك تمام. قالك تعالى نفرض معانا ان المسج بتاعتنا ديت اللي هي الام دي عباره عن ايه، دي مثلا عباره عن مثلث كده عشان بس ايه نسهل الدنيا، تمام. قالك تمام، ايه رايك لو انا عملت ايه بقى؟ لو انا اخدت السيجنال ديت، شايف؟ اقول لك ايه، شايف السيجنال دي اللي هي الكوزاينايه دي؟ دي الكوزاين دي عباره عن ايه؟ عباره عن 2 امبلس، صح كده. خد بالك ان الكوزاين دي كده في التايم دومين، لما تتضرب في الاميه اللي هنا ديت، الام ديت دي اللي هي السيجنال اصلا برضو في التايم دومين، تمام. ايه اللي هيحصل لها؟ هتلاقي ان دول اتنين مضروبين في بعض في التايم دومين اللي هم اصلهم ايه، كونفوليوشن في الفريكوانسي دومين. واحده مسج اللي هي عباره عن مثلث، والتانيه 2 امبلسز موجودين عند كام؟ موجودين عند الاف سي. فهتلاقي ان حضرتك لو فرضنا مثلا هنا كده، ده كده الصفر، هتلاقي ان حضرتك عند النيجاتيف اف سي هنا كده، نيجاتيف اف سي، وعند الاف سي هيكون عندك ايه؟ هيكون عندك مثلثين، مثلث او واحد هنا كده، مثلث اتنين هنا كده، تمام. قالك ايه؟ قالك تمام، حلو قوي. دول المثلثين دول بتوع ايه؟ اللي هما بيعبروا عن الحته ديت. طب ماشي، بس ما تنساش برضو ان لسه الكوزيناية دي هتتضرب عند الواحد. الكوزين ده عباره عن 2 امبلسز موجودين فين؟ برضو متشفتين بنفس مقدار شفته الايه، شفت المسج يعني. يبقى هما ايه، عباره عن 2 امبلسز موجودين برضو عندها. يبقى هنا عندك امبلس وهنا عندك امبلس، الاثنين امبلس اللي انا رسمتهم دول بتوع ايه؟ بتوع الواحد دوت اللي هو هيتضرب في الكوزاين ديت، تمام. يبقى انت كده الترم ده كده كله خلاص، كده هخلص الترم ده اصلا اللي انا عاوزه اللي انا محتاجه. طب ماشي كده، انت رسمت لي الحته اللي انت محتاجها، بس انت ما رسمتش الايكويشن كلها. هي الدايره مش بتخرج الحته دي بس، الدايره بتخرج حاجات كتيره. قالك طيب تعالى نكمل الرسم. هتلاقي ان انت بعد كده عندك ايه، عندك والله حاجه اسمها A1M. A1M ديت دي اللي هي ايه؟ دي اللي هي المسج الاصليه موجوده عند الصفر ولا ما فيهاش اي مشكله، صح؟ يبقى انت عندك اهي دي كده اللي اسمها ايه، اسمها A1M، تمام. قال لك تمام، طيب ماشي، سيب لي بتاعت السكور دي دلوقتي. قال لك طيب عندك حاجه اسمها ايه، نص في ايه 2 اي سي سكوير، ده عباره عن ايه؟ رقم. الرقم ده اللي هو ايه، عباره عن امبلس. هل هو متشفت او اي حاجه؟ لا هو مش متشفت، يبقى هو عند الصفر. يبقى هنا كمان عندي امبلس اللي هي بتعبرني عن الحته دي. طب ماشي، بعد كده عندك ايه؟ بعد كده عندك كوزاين، الكوزاين دي مضروبه في رقم، كوزاين ومضروبه في رقم، يبقى هي عباره عن ايه؟ عباره عن 2 امبلسز، بس موجوده فين بقى؟ خد بالك ان انا بقول لك 4 اف سي، يعني كاني بقول لك 2 باي تي مضروبه في 2 اف سي، يبقى دي كانها 2 امبلسز متشفتين عند كام؟ عند ال 2 اف سي. يبقى هاجي هنا كده عند ال 2 اف سي واقول لنفسي انا عندي امبلس، وهاجي عند نيجاتيف 2 اف سي واقول لنفسي عندي ايه؟ عندي امبلس كمان هنا، حلو كده؟ تمام. طيب كده انت رسمت لي كل حاجه ما عدا مين فاضل لك؟ بتاعه السكوير دي. بص قاعده كده واعرفها على طول، السيجنال اللي انت بتربحها بيصل لها حاجتين، الباند ويث بتاعها بيزيد للضعف، والامبليتيود بتاعها بيقل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دي لما تيجي ترسمها، الحته دي لما تيجي ترسمها تبقى عامله ازاي؟
هتبقى الباند ويدث بتاع السيجنال الاصليه من هنا لهنا، صح؟ انا قلت لك لما بتربع السيجنال، ما دي اهي قدامك اهي ام سكويرد، صح كده؟ اللي هيحصل الباند ويدث بتاعها هيزيد عن الاماية العاديه، فالاماية العاديه اهوت الباند ويدث بتاعها اللي هي الحته دي، فلما تربحها الباند ويدث ايه هيزيد والامبليتيود هيقل، فالامبليتيود بتاع دي كان هنا يبقى الامبليتيود بتاع دي هي ايه هيقل، هينزل تحت شويه ايا كان شكلها يعني. تمام، حلو قوي، ماشي. يبقى انت كده ايه رسمت لي كل اللي انا عاوزه. انا دلوقتي بقى محتاج ايه؟ زي ما قلت لك انا دلوقتي محتاج من الرسمه دي كلها محتاج منها الخضر بس، مش ده اللي احنا كنا عاوزينه اللي هي الحته الاولانيه دي اللي احنا رسمناها بس. فانا عشان اجيب الاخضر ده بس محتاج اعمل ايه؟ محتاج اموت الباقي. يعني ايه اموت الباقي؟ يعني هاخد ده كده وهموت كل ده كده هيموت واخد ده بس. مين الشكل الاحمر ده؟ هو ده اللي هو مين؟ الباند باس فلتر، بس كده. يبقى انا ايه هحتاج بعد كده؟ باند باس فلتر. تمام، قال لك تمام. ايه كمان انت محتاجه؟ ايه كمان انت محتاجه؟ ممكن كمان نقول لك ان انت حضرتك الباند ويدث بتاع الحاجه الواحده يعني بيكون ايه؟ بيكون اوميجا، تمام كده، اللي هي السيجنال الاصليه. يعني هنا دي كده الباند ويدث بتاعها اقول لك ان هو عباره عن ايه؟ عباره عن اوميجا، بحيث ان دي تبقى اوميجا ودي تبقى نيجاتيف اوميجا، تمام، كلها على بعضها كام؟ 2 اوميجا، بس الباند ويدث باخد الحته الموجبه بس فهتبقى اوميجا واحده، يبقى دي اوميجا يبقى دي نيجاتيف اوميجا، يبقى الحته دي هتبقى كام بقى؟ هتبقى اف سي ناقص الاوميجا، صح كده، اللي هي النقطه دي يعني هتبقى اف سي ناقص اوميجا. طيب ماشي، ممكن تعمل لي التشيك بتاعك؟ طيب ماشي، التشيك بتاعك هيبقى عباره عن ايه؟ هقول لك التشيك بتاعك هيبقى عباره عن ايه. هل هتقارن النقطه ديت بالنقطه دي ولا المفروض نقارنها بالنقطه دي؟ تقول لي المفروض نقارنها بالنقطه دي عشان الاوفرلاب لو هيحصل مش هي... يعني الاوفرلاب هيحصل مع اللبني قبل ما يحصل مع البنفسجي، صح كده؟ هقول لك تمام مظبوط. يبقى انا فعلا محتاج ايه؟ محتاج اقارن النقطتين دول ببعض. طب واحد مش عارف اصلا يجيب النقطه دي، هي طبعا هي بيزيد الضعف، فالنقطه دي على طول هتبقى ايه؟ هتبقى 2 دبليو يعني، تمام. فخلاص يعني ابعد يا عم عن النقطه دي، النقطه دي عباره عن ايه؟ النقطه دي عباره عن اف سي زائد دبليو، صح كده. قارن لي النقطه دي بالنقطه دي، تمام، خد اي حاجه تعجبك يعني. فانا لو جيت قارنت يعني لو جيت قارنت اي حاجه باي حاجه، انا مثلا هشتغل على دول هلاقي ان انا عندي ايه؟ هلاقي ان انا عندي الاثنين اوميجا والاف سي ناقص اوميجا. ايه علاقتهم؟ المفروض مين يبقى اكبر من الثانيه؟ المفروض دي النقطه دي اللي هي ديت كده، المفروض النقطه دي تبقى هي اللي ايه؟ هي اللي اكبر من دي، صح. يبقى المفروض دي تبقى كده، يبقى المفروض تبقى الاف سي اكبر من ايه؟ الاف سي تبقى هي اللي اكبر من الثلاثه اوميجا، صح كده. ده عشان تبقى طبيعيه. وامتى يعني الورست كيس انها تساويها؟ ان الاف سي يبقى اكبر من او بتساوي 3 اوميجا، وهو ده اصلا ايه؟ النجس شانون، اللي هو يعني القانون بتاع نجس شانون. تمام كده انت ايه عرفت ان انت تجنريت الموضوع. طيب ماشي، تعال نبص على الكلام ده كده بسرعه. هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان هو مشي همس بعد ما فك القوس، وصل للسيجنال ديت ما كانش فيها اي مشكله، وصل للسيجنال دي ما كانش فيها كده ايه اي مشكله. بعد كده قال لك دي اللي انا عاوزها اصلا، دي اللي انا عاوز اخلص منها. راح رسم كل السيجنال بالامبليتيود بتاعها. وعلى فكره حته الامبليتيود مش هتفرق معاك في اي حاجه، يعني القيم دي كده كلها هي مش هتفرق معاك، تمام. طيب ماشي، قال لك ايه؟ انا اصلا دول اللي انا محتاجهم، اللي هي الحته دي والحته دي بس، دول اللي انا محتاجهم بالايه؟ اللي هو المثلث بالامبلس، تمام كده. تمام ماشي، هترسم كل حاجه طبيعيه يعني مش هتعطل في الرسم، دي بس اللي هتعطلك في الرسم شويه، اللي ايه؟ لان دي سيجنال متربعه. ارسمها ازاي؟ قال لك السيجنال لما تتربع بيحصل لها حاجتين، الباند ويث بيزيد للضعف، الامبليتيود بيقل. بص كلمه غالبا للضعف دي يعني ايه؟ ما اتقالتش في المنهج بتاعنا يعني، فاشطب على الكلمه دي يعني ما تركزش فيها، تمام. المهم تعرف ان الامبليتيود بيقل ليه؟ لان انت ممكن حد يجي يقول لك طب ما انا ممكن ارسمها كده، لان بص خد بالك امبليتيود السيجنال المسج الطبيعيه هنا واقف عند النقطه الحمراء دي. ممكن واحد يجي يقول لك طب ما انا دلوقتي انت ليه رسمتها كده؟ ماشي، الباند ويدث هيزيد، فهي مثلا دي كانت اوميجا وسالب اوميجا هتبقى 2 اوميجا وسالب 2 اوميجا. واحد بقى يجي يقول لك طب انا انت ليه ما رسمتش الامبليتيود بتاعها عالي قوي كده؟ فاهمني؟ فلا، هو الامبليتيود بيقل، بيقل قد ايه بقى يعني ايه؟ مش قصتك انت دلوقتي، تمام. تمام، انا دلوقتي علشان اشيل كله واسيب الحمر اللي موجودين على الرسمه قدامي دول، اللي هو كمان المثلث دوت اللي انا اصلا محتاجهم، قالك هتحتاج مين؟ هتستخدم الباند باس فلتر. استخدم الباند باس فلتر، الباند باس بتاعه هيبقى 2 باي 2 اوميجا ولا ايه؟ والسنتر بتاعه طبعا هيكون الاوريجينال، الاوريجينال الاوريجين. ليه؟ لان انت قلت لك ان انت هتبقى عندك ده كده كده، تمام. فالرسمه الحمراء دي فين السنتر بتاعها؟ الصفر دوت، تمام. طيب ماشي، ايه كمان؟ الميك هتعمل لي ميك ان الاف تبقى اكبر من الايه؟ 3 اوميجا عشان ما يحصلش اوفرلاب. تمام، ده كده المطلوب رقم 2. كده انت عرفت ان انت تجنريت الايكويشن الكبيره ديت، لما بقى ايه رحت رسمتها وفكيتها واستخدمت باند باس فلتر، عرفت ان انا احول الايكويشن الكبيره دي لمين؟ للاي ام ميديوليشن، تمام كده. طيب تمام، ثالث مطلوب او ثالث حاجه كانت بيسالك عن السنسيتيفيتي.
بيقول لك هات لي الامبليتيود سنسيتيفيتي. مين هو الامبليتيود سنسيتيفيتي لو تفتكر؟ اللي هو الكي، صح؟ الكي دوت اللي هو الرقم اللي كان جنبها، فين الايكويشن بتاعتنا اللي احنا جبناها في الاخر اوت. يبقى هو ده كده الكي، اللي هو كام؟ اللي هو 2 اي 2 على الاي 1. هو ده كده الكي اللي هو الحته دي، تمام اوت تحت كده، تمام كده، تمام. ده كده اول مطلوب او اول مساله. تاني مساله بيقول لك ايه فيها؟ هي دي تقريبا كانت ارخم واحده يعني او اكبر واحده. بيقول لك تاني مساله نفس الموضوع، بيقول لك ان اداك في 2 واداك في 1، قال لك ان هي ايه بالمنظر دوت. قال لك ايه؟ قال لي هات لي الاوتبوت، هات لي الاوتبوت. فكل اللي انت هتعمله برضو ان انت ايه هتعوض يعني، فاهم؟ هتاخد دي من هنا وتروح تعوضها ايه، وتروح تعوضها في التانية يعني، تمام، عشان تجيب لي الفي 2. طيب بعد كده هات لي الكونديشن اللي يخلي المسج ديت اللي هي يعني مي بي ريكفرد فروم الفي 2. طيب ماشي، هنعمل ايه؟ هقول لك هنعمل ايه. بص بقى، بص كده انت ممكن تعمل ايه. هقول لك بص كده معايا واحده واحده. اول حاجه انت ايه هتيجي هتعوض واحده واحده بس الاول. انت عندك دي كده الفي 1 اللي هو مديلك في المساله، ودي في 2 اللي هو مديلك في المساله. هتطلع تعوض بالراحه، هتقول لي الاي 1 مضروبه في الفي 1، هشيل بقى ايه يعني، هشيل الفي 1 دي واحط مكانها الايكويشن اللي فوق دي كده كلها. فاوت ضربت دوت كده، هما ترمين او اشوف بقى هما كام ترم، تمام. المهم يعني انت هتظبطها، هتلاقي ايه، هتلاقي وصلت لكل دوت. بعد كده الاي 2 مضروبه في في 1 سكوير. مين هي في 1 سكوير؟ اللي هو السكوير بتاع كل ده، اللي هو مثلا ممكن احط لك هنا سكوير واحط عند الكوزين دي سكوير، واحط عند الكوس ده سكوير. ده اللي انا عملته، الكوس سكوير اهوت، والاي سكوير اهيت، والكوزين سكوير اهيت، تمام. تمام، بعد كده خدت بقى ايه يعني، فكيت الكوزين سكوير دي، لان انا قلت لك في السيجنال انا مش عاوز اشوف الكوزين سكوير دي اصلا، الكوزين سكوير دي انا مش عاوز اشوفها خالص. حلو كده، تمام. بعد كده عملت ايه؟ بعد كده بدات ان انا افك الحاجه كده بالراحه. الترم دوت انا نزلته زي ما هو، ما جيتش جنبه اهوت، والترم دوت كله ده كده كله نزل هنا برضو، ما جيتش جنبه، تمام. مفيش فيه اي مشكله. وبعد كده عندك ايه، الكوزاين ديت اللي هو الترم دوت، الكوزاين سكويرد دوت، يعني اصلا دول كده ترمين مضروبين في بعض، اللي هم ايه، اللي هم اني الترم دوت مع الترم دوت مع الترم ده، دول مضروبين في بعض، صح؟ دوت كده انا اخدته وفكيت بس الكوزاين سكويرد، فانا فكيت الكوزاين سكوير اللي هو نص زائد نص ضعف الزاويه دي، كانت 2 باي بقت 4 باي. بقى هو ده كده الكوس ده كده برضو ايه لسه زي ما هو مضروب في دوت، بس قمت فاكك دوت كده تحته، ده كوس سكوير عادي فكيته تحتي عادي. طيب ماشي، انا عاوز ايه؟ انا عاوز في الاخر ان انا اوصل للمسج، انا عاوز اوصل للمسج بس، مش يعني انا عاوز يطلع لي ايميل لوحدها. فلو جيت بصيت الترم ده هاتها كده بقى بتنظر بقى، فاهم؟ من غير ما تقعد تهري كتير بقى في الماس، ويعني يعني غالبا بتبقى مسائل الامتحان حاجه زي كده، اللي هو فاهم يعني اللي هيشتغلها كماس عينه هتطلع ومش هيوصل في الاخر، لكن او هيوصل بس بعد عناء يعني، لكن اللي هيشتغلها عادي كده بالنظر هتلاقي الموضوع خلص. هو بيسالك عن مين؟ قال لك انا عاوز الترم، او انا عاوز اوصل للام دي بس كده لوحدها. الترم الاولاني ده يا ابني هل في امات اصلا؟ لا مفيش فيه مسج، ده كارير، فده بره خالص، ده بره اللعبه. الترم التاني ده فيه ام، الام اهيت، بس هي محطوطه على كارير. هو في السؤال عاوزها ايه؟ عاوزها عاوزها من غير كارير، انا عاوز ام بس، عاوز المسج بس هي اللي تخرج لي، تمام كده، تمام ماشي. يبقى الترم دوت برضو اوت. ليه؟ عشان في كارير. طب ماشي، تعال بص، انا عندي دلوقتي الكوز دوت مضروب في الكوز دوت، بدل ما تقعد تضربهم هاتها كده برضو بالنظر. انت دلوقتي عندك ايه؟ عندك الكوزاين دي، ده كارير صح؟ يبقى الكارير ده لو هيتضرب في اي حاجه هيطلع لي كارير، فخلاص انا اصلا مش عاوز كارير، فالترم ده ولا كاني شايفه، فاضل لي كده كاني بقول لك الكوز ده عاوز تضربه في دوت، صح كده؟ قال لك تمام ماشي. ده لما يتضرب في الواحد هيطلع لك ايه؟ رقم، الرقم ده اللي هو امبلس، فلا يبقى الواحد ده برده مش معايا. اتفضل لك ايه في الاخر؟ اتفضل لك الترم دوت مضروب فيه مين؟ هنعمل لك بنون تاني. اتفضل لك في الاخر الترم دوت مضروب فيه الترم الاولاني ده اللي فيه مسج فعلا اهيت، والكي ده رقم. قلت لك الرقم ده بص له عليه كاني مثلا السيجنال دي صوت وعمال بعلي وبوطي في الصوت، فاهمني؟ فما يفرقش معاك في حاجه. وعندك كمان الترم التاني اللي هو برضو ايه رقم، اللي هو 2 كي في المسج، تمام. لو انت مش شايف دي عباره عن كي سكويرد ام سكويرد زائد 2 كي ام، تمام كده، ده اللي هو الحته دي يعني، تمام. فخلاص وده رقم، الرقم ده هيتضرب فيهم فهيطلع لي فعلا الام. فخلاص انا كتبت لك الاثنين سيجنال اللي بقولي في الاخر، الرقم دوت اللي هو اي 2 اي سي سكويرد مضروبه في نص مضروب في 2 كي ام، اللي هي ديت الحته دي 2 كي ام. طبعا ايه هتلاقي ان الاثنين هتمشي مع النص، هيبقى لك ايه؟ هيبقى لك في الاخر اي 2 اي سي سكويرد كي ام، تمام. تمام، دي كده اول ايه، اول حاجه هتطلع لي دي كده فعلا شكل المسج اللي هتطلع لي في الاخر. طب ماشي، تعالى للترم الثاني اللي هو اللي فيه السكويرد دوت، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان انت برضه تاخد الرقم دوت تضربه في الترم السكويرد دوت، يبقى ايه؟ يبقى نص اي سي اي
نص اي اتنين اي سي سكويرد اللي هو الحتة ديت يعني، مضروبة في الكي سكويرد ام سكويرد. تمام. انا دلوقتي مش عاوز دي تطلع، او انا عاوز بس مين اللي يطلع لي، انا عاوز الام اللي تطلع لي، مش عاوز ام سكويرد تطلع لي او اي حاجة. فازاي اتغلب على النقطة دي؟ قالك انت تتغلب عليها يعني بمنتهى البساطة كده، بان انت تلغي لي الكي ديت، مش اصلا النص ده رقم والاي اتنين ده رقم والاي سي ده رقم، دي ارقام فاهم، هي ارقام بس هي كونستانت دلوقتي، ما اقدرش يعني العب فيها. الكي ده سنسيتيفيتي، يعني حاجه اصلا انا بقدر احركها. يعني انا لو فايق والله كنت عملتها لك على الماتلاب ووريتك شكلها وانت عمال بتقعد تلعب فيها، يعني لما تغير الكي اللي بيحصل في شكل المسج. تمام. المهم يعني ان الكي ده رقم انت ممكن ايه تقعد تلعب فيه يعني، حلو كده. فخلاص طالما انت الكي دي او الترم ده هو اللي مضايقك وممكن تلعب في الكي، فخلاص الكي دي ايه رايك لو صغرناها جدا، خليناها رقم صغير قوي؟ فايه اللي هيحصل لما الكي دي تصغر جدا؟ هتقول لي والله الترم ده خلاص هقدر ان انا انجلكته، اللي هو كانه مش موجود. وهو ده اللي انا عاوزه، انا عاوز في الاخر يطلع لي الترم ده بس لوحده. فانا عاوز الترم ده اكنسله زي ما كنسلت كل الترمات اللي فوق دي. فهكنسله ازاي؟ بان انت تصغر الكي. فبس هتقول له ان انت ممكن تعمل كده، كان دو ات باي ايه، ان انت تخلي الكي اصغر بك او رقم صغير جدا اصغر من الواحد يعني. بس يعني هي دي ايه، دي فكره المساله كلها يعني. طيب هنا بقى بيقول لك ايه، بيقول لك دلوقتي ان انت عندك دبل سايد باند، بيقول لك ان السيجنال بتاعتها عباره عن كي ام كوزين اوميجا سي تي، بيقول لك الكي ده كونستانت والام دي اللي هي الباند ليميتد بحاجه اسمها البي هرتز، البي ده اللي هو الباند بتاعها يعني. وبيقول لك الافيلابل كارير جنريتور بيجنريت كوزين، يعني الكارير بتاع حضرتك عباره عن كوزين. حلو تمام. بيقول لك بقى حبه اسئله كده حلوه، بيقول لك ده شكلها اللي احنا كنا عاملين نفرضه في مثلثات. قال لك لا ما تفرضش مثلث، افرض نص دايره. فيعني حاضر ماشي. بيقول لك ايه كمان، بيقول لك شوف لي بقى اول حاجه السيجنال. بيقول لك هل السيجنال دي ممكن تطلع لك ولا لا؟ فهو اصلا بالنظر كده هي هتطلع، هي لازم هتطلع يعني. تمام. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انا بسال حضرتك دلوقتي، انا لما ادخل مسج هنا كده وادخل كارير هنا كده، هل هيطلع لي ده كده في الاخر؟ فلما تيجي تفكر هتلاقي هي هتطلع. هي ليه مش هتطلع؟ تعال نجيبها واحده واحده. انت واحد مش فاهم، خليني ايه اجيبها لك واحده واحده، بدل ايه، بدل ما انا عمال بتكلم كده. ده ايه البتاع دوت، ايه دبل سايد باند صح؟ ايه هو الاوتبوت بتاع الدبل سايد باند؟ خلينا نجيبها من السلايد. الدبل سايد باند لما جينا نشرح دي سلايد المحاضره، هتلاقي ان الدبل سايد باند في الاخر المسج بتاعت حضرتك بيبقى شكلها عباره عن ايه، يعني لو هي دي المسج بتاعتي اللي هي الام، فاللي بتخرج في الاخر الاس تي بتبقى عباره عن ايه، الراجل ده مع الراجل ده، فاهم يعني؟ يعني لو هو كان مثلث هيبقى مثلث عند الصفر، هيبقى مثلثين متشافتين اف سي ونيجاتيف اف سي، مثلثين يعني ايه، واحد في اليمين وواحد في الشمال صح كده. طيب انا بقول لحضرتك دلوقتي، انا ايه، انا بقول لحضرتك كده دلوقتي، تعالى كده بص، بقول لك انا دلوقتي عندي ايه، عندي نص دايره حلو كده، وبقول لك انا دلوقتي النص دايره دي عباره عن ايه، عباره عن الام. تمام. وبقول لك انا هاخد الام دوت وادخله على ميكسر، الميكسر دوت ندخله من الناحيه الثانيه كوزاينايه. تمام كده. تمام. بقول لك هيطلع هنا ايه اوتبوت، هل الاوتبوت دوت بيعبر لي عن الدبل سايد باند؟ تمام. بس هو ده السؤال. فانت هتيجي تعملها ازاي؟ هتقول لي والله ده مسج صح وده كوزاين صح، الميكسر هيعمل ايه، الميكسر ده بيضربهم في بعض ام اف كوزاين صح. هقول لك صح، هتقول لي دول كده في التايم مضروبين في بعض، اللي هم في الفريكوانسي ايه، معمول لهم كونفوليوشن. الام دي في الفريكوانسي شكلها ايه، هو الدرج بنص دايره. الكوزاين دي في الفريكوانسي عباره عن ايه، عباره عن اتنين امبلسز، واحده هنا كده عند نيجاتيف اف سي، واحده عند الايه، عند الاف سي، عند اللي هو الكارير بتاعها يعني. لما اعمل كونفوليوشن الاثنين دول مع بعض ايه اللي هيطلع لي؟ هيطلع لي نص دايره هنا وهيطلع لي نص دايره هنا والصفر في النص، ودي مثلا عند النيجاتيف اف سي، ودي عند الايه، ودي عند الاف سي. بس خلاص كده انت خلصت. يبقى هل فعلا الشكل اللي هو مديهولك ده، او المساله اللي هو مديها لك، اللي هو ادخل المسج في ناحيه والكوزاينايه دي في ناحيه، اللي هو الشكل دوت الام في ناحيه والكوزاين في ناحيه، هل ده فعلا هيطلع لي في الاخر دبل سايد باند ولا لا؟ فهتقول لي الاجابه مظبوطه مفيش مشكله. بص كده استنى، بيقول له هنا ايه، بيقول له هي بتطلع عادي. بيقول لك بعد كده تو جنريت دبل سايد باند، انت محتاج كارير، الكارير ده يكون اود نمبر ان باور، يكون الباور بتاعه اود. يعني ايه الكلام دوت؟ عشان انت في مساله لو انت جيت فكرت، انا دلوقتي لو خليت الكوزيناي دي سكويرد، لو انا دخلت لحضرتك هنا كده خليت الكارير دوت عباره عن ايه، كوزين سكويرد، هتطلع؟ هتلاقيها مش هتطلع. ليه؟ لان انت هتقعد تفكها طبعا، هتلاقي ان دي بقت ايه، دي بقت كوزين سكوير، فانت محتاج تفك دي. هتلاقي ان اللي هيطلع في الاخر مش الشكل اللي انت عاوزه. لا طب لو انا خليتها كوزين باور 3
هيطلع الشكل اللي انا عاوزه. اه هيطلع الشكل اللي انت عاوزه. ودي كانت مسألة الشيت القديم اللي هتلاقي باشمهندس مصطفى الششتاوي، والشيتات القديمة كلها كانت كده اصلا، تمام، على انها كوساين سكوير. فهو المنهج متغير يعني، او مش متغير اللي هو يعني فاهم، الشيتات متغيرة يعني، فتاخد بالك من المسائل بتاعتنا والمسائل بتاعتهم، تمام. فاه هي دلوقتي كوساين كده هتطلع عادي، تمام. ده كده كان ايه، كان اول حاجة. طيب ماشي، بعد كده بيقول لك ايه، بعد كده بيقول لك انت ايه الفلتر اللي انت محتاجه عشان توصل في الاخر للشكل دوت اللي هو الكي. الكي ده كونستانت، اعتبره الامبليتود بتاع الكارير او اي حاجه يعني، مش تفرق، هو رقم كونستانت وخلاص. بيقول لك انا محتاج فلتر نوع ايه عشان اخرج في الاخر الشكل دوت. فانت لو جيت بصيت، هو اصلا مين اللي خارج لك؟ اللي خارج لي اصلا هو عباره عن الام في الكوزاين اوميجا سي تي، وكل ده مضروب في الكي بره. ده اصلا اللي خارج لي اصلا من البتاع يعني. بص كده، انت لو جيت بصيت، هو مش الميكسر ده بيضربهم هما الاتنين في بعض، فالفلتر ده هيعمل ايه؟ هو اصلا هي طالعه جاهزه، فاهم، هي طالعه جاهزه مفيش فيها اي مشاكل، مش محتاج لها ان انا يعني. يعني انت، انا عاوزك تفهم السؤال. انا بقول لك دلوقتي المساله بتاعت حضرتك خرجت في الاخر معانا ايه، خرجت في الاخر معانا كده. وانا بسالك بقى فلتر ايه اللي انت عاوزه عشان يطلع لك في الاخر الشكل دبل سايد باند. طب ما هو الشكل طلع دبل سايد باند اصلا، فانا مش محتاج فلتر. فالفلتر يعني هتقول له ايه، هتقول له بيفور الفلترنج كان ايه، كانت حاجه بالمنظر دوت، قبل الفلتر كانت حاجه بالمنظر ده. والسيجنال اللي انا عاوزها ديت هي دي فعلا اللي انا عاوزها، يعني السيجنال دي هي دي اللي انا عاوزها، فعشان كده انا مش محتاج ايه فلتر، او الفلتر اللي انا هستخدمه دي كده بقى حاجه ايه اللي هي مش حاجه ايكونوميك يعني، تمام. او ممكن تكتبها له ان تاثير الفلتر مش هيأثر في اي حاجه، يعني هي مش هتفرق انا استخدمت فلتر او لا، هو مش هيفرق معايا، مش هيأثر معايا في حاجه، تمام. بعد كده هيقول لك ايه، بيقول لك ارسم لي السيجنال الفريكوانسي بتاعها عند نقطه البي وعند نقطه السي. عند نقطه البي هو عباره عن ايه، حصل ضرب الام في الكوزاين، صح كده، وعند نقطه السي ما هي هي، ما هو اصلا انت مش هتستخدم فلتر، او لو عملت اي فلتر مش هيعملك اي حاجه، فاهمني يعني. تخيل كده معايا، تخيل كده معايا، لو انت استخدمت باند باس فلتر ايه اللي هيطلع؟ هيبقى كده 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 كده، فالناتج بتاعها عامل ازاي؟ هيبقى هو الله اكبر الله اكبر، هيبقى دوت ودوت. طب ما ايه الفرق البنفسجي عن الخضره يعني، ايه الفرق؟ ما بقت هي اصلا، فاهمني. فسواء قبل الفلتر او بعد الفلتر هما الاثنين حاجه واحده. فهتقول له والله عند نقطه البي وعند نقطه السي هما الاثنين نقطتين متساويين، تمام، ورسمتهم ايه، هي دي الرسمه بتاعته، حلو كده، تمام. طيب ماشي، هو كان قال لحضرتك برضو على الرسمه ايه، كان قال لحضرتك ان النقطه دي لو هي دي نص الصفر فدي هتبقى ايه، 2 باي بي، حلو كده. يبقى النقطه دي اسمها ايه، النقطه دي اسمها 2 باي بي، صح كده، بس دي بقى بقت زائد اوميجا سي لان هي دلوقتي متشفته، والناحيه التانيه بقت اوميجا سي ناقص 2 باي بي، حلو كده، تمام. بس هتظبط بس الايه، هتظبط بس اللي هو اللي هو القانون بتاع نجست، فهتلاقي ان الصفر دوت والنقطه دي ايه علاقتهم ببعض، لازم تبقى النقطه دي اكبر، صح كده، فهتقول الكلام دوت كده لازم يبقى اكبر من الصفر، ارميلي او ظبطها يعني. يبقى الاوميجا سي لازم تبقى اكبر من كام، 2 باي بي، وفي الورست كيس بتساويها، تمام. يبقى دوت اللي هو ايه، اللي هو دوت بس، خلاص يعني كده انت حليت، تمام. اشهد ان لا اله الا الله. خلينا نكمل المسألة رقم 4. بص المسألة رقم 4 بيقول لحضرتك ايه، بيقول لحضرتك ان انت دلوقتي عندك دبل سايد باند، الباند ويدث بتاع حضرتك 1 كيلو، مظبوط كده. بيقول لك ان السيجنال ديت ابلود مش عارف برودكت ميديوليتور تقدر تكارير الكارير، ومديك الكارير اهوت، وبيقول لك السيجنال اس تي ميديوليتد سيجنال نيكست ابلود كوهيرنت ديتكتور اسيومنج بيرفكت. طيب ماشي، هو بيقول لحضرتك ايه، بيقول لحضرتك ان انت دلوقتي عندك ايه، عندك شكل سيجنال، السيجنال ديت عباره عن مثلث كده، وبيقول لك الباند ويدث بتاع حضرتك 1 كيلو، تمام. وبعد كده بيقول لك ايه، بعد كده بيقول لك ايه رايك بقى دلوقتي لو انا عاوز دلوقتي ان انا هشتغل في دايره مين، هشتغل دلوقتي في دايره الار اكس، تمام كده، لان هو بيقول لك كوهيرنت ديتكتور، انت شغال دلوقتي في الكوهيرنت ديتكتور دايره الار اكس، تمام. وبيقول لك انا دلوقتي عاوز ادخلها على كارير، او الكارير بتاعي هيكون مره 1.25 ومره 75، تمام كده، ده اللي انت هتعمله، تمام كده، تمام. فكل اللي انت هتعمله هتعمل ايه، هتقول لي والله خلينا نفتكر اصلا الدبل سايد باند، وخلينا نفتكر الكوهيرنت دول، خلينا نفتكرهم هما الاثنين. فلو جيت في السلايد هتلاقي ايه، الدبل سايد باند هو اللي فوق دوت، هو ده اللي احنا كنا عمالين بنتكلم فيه، الدبل سايد باند. تعال نفتكر الكوهيرنت، الكوهيرنت كان بيبقى ايه في الاخر، استنى، هو ده اللي احنا واقفين عليه اصلا،
بص كده معايا، هو ده الكوهيرنت. ان انت بتعمل ايه، بتاخد السيجنال تدخلها على نفس ايه، على نفس الكارير اللي انت كنت عامله هناك، وبعد كده بتدخلها على لو باس فلتر. فده اللي احنا هنعمله. هتعمل ايه؟ هتقول لي تعالى كده، هو قالك اعملها مرتين، مره عند 1.25 كيلو، 1.25 كيلو، ومره عند ايه 3/4 كيلو. تمام، هتقول لي والله انا السيجنال الاصليه بتاعتي كانت ايه، كانت عباره عن ايه، كانت عباره عن مثلث كده، صح كده؟ دي السيجنال الاصليه عند الصفر. تمام. هو اصلا السيجنال اسمها اس تي، بتخرج من الترانسميتر شكلها عامل ازاي. ده شغال دبل سايد بند، فاكر شكلها كان بيخرج عامل ازاي؟ شكلها كان بيخرج مثلثين جنب بعض اهيت. دي اهو ده كده الدبل سايد بند، شكل السيجنال اللي بتتبعت ايه في الاخر، مثلثين جنب بعض. يبقى دي شكل السيجنال اللي انا هبعتها. تمام، دوت هيبقى موجود فين؟ عند الواحد وربع. وده هيبقى موجود فين؟ عند نيجاتيف واحد وربع. دي نيجاتيف واحد وربع، تمام كده. طيب ماشي، لما دي النقطة دي تبقى واحد وربع، النقطة دي لو النقطة دي كده واحد وربع، يبقى النقطة دي كام؟ خد بالك ان البند كله بكام؟ بواحد كيلو. هو من دورك في السؤال، هو بص هو قايل لك ان البند كله بكام؟ اهو قال لك ان البند كله بواحد كيلو، تمام كده. فانت عند حضرتك لما الحتة دي تبقى واحد وربع، يبقى انت عاوز تحرك ايه؟ يبقى انت عاوز تحرك كده واحد، صحيح؟ عاوز تحرك كده واحد، صحيح. ليه انا ليه اتحركنا كده؟ لان هو اداك الرسمه دي وبيقول لك ان الباند ويث 1 كيلو، الباند ويث اللي هو الحته المجاوره. فلما ده يبقى الصفر، يبقى الحته دي هي دي كده، الحته اللي هي من هنا لحد هنا ده كده اللي هو ايه، ب 1 كيلو. فعشان كده انا بتحرك هنا كده 1 كيلو، وبتحرك هنا كده 1 كيلو. فلما دي تبقى 1 وربع، هتبقى دي 2 وربع، وتبقى دي ايه، 1 وربع ناقص 1، اللي هو الربع. نفس القصه ايه الناحيه التانيه. تمام. يبقى هي دي المسج سيجنال النهائيه بتاعتي. حلو، قول لي حلو. طب ماشي، انا دلوقتي بعد كده لما ادخلها على الكوهيرنت بقى ايه اللي هيحصل؟ قال لك كل اللي انت بتعمله يعني سريعا، يعني ان الكوهيرنت ديتكتور ده عباره عن ايه، عباره عن انتنه. الانتنه دي هي اللي هتبدا تستقبل، وبعد كده هتدخل ايه، هتدخل السيجنال دي كده اللي هي الاس تي، هتدخل السيجنال دي على ايه، او السيجنال يعني هيدخل لها سيجنال من كارير. تمام كده، المفروض هيعمل لها ثانيه، المفروض هنا كده، وده كده ميكسر. تمام، تمام كده. تمام، بعد كده ايه، هدخلها بعد كده على لو باس فلتر. تمام، اللي هي الرسمه بتاعتها فين، اللي هي الرسمه بتاعتها ايه، انتنا في ميكسر، وبعد الميكسر بيدخل له كارير، وبعد كده ايه، لو باس فلتر. المهم يعني كان ايه اللي بيحصل، كنت ان انا باخد الرسمه دي بشفتها مره عند طبعا الكارير ده عباره عن كوزاين، كوزاين ده يعني 2 امبلسز. فاخد الرسمه دي اشفتها عند الايه، عند الامبلس اللي هنا، واشفتها عند الامبلس اللي هنا. فكان اللي بيحصل ان المثلث ده هو ده اللي هيبقى بعيد، والمثلث ده هيجي لي فين؟ هيجي لي عند الصفر، وهيجي لي الناحيه الثانيه. لما ده كده خلاص عملت الامبلس دي، تعالى نعمل الامبلس الثانيه، هلاقي ان المثلث ده هيجي لي على دوت، المثلث ده هو اللي هيترمي لي هناك. تمام كده، فبقى لي 3 مثلثات في الاخر. تمام، فالتلات مثلثات في الاخر دول اللي هم ايه، اللي هم ده كده شكلهم. طب ماشي، يعني كانوا بيبقوا على ابعاد فين؟ هقول لك الواحد وربع دوت، لو تفتكر حتى في المحاضره كنا بنقول ده اف سي، فبعد كده لما يتحرك هيبقى ايه، هيبقى 2 اف سي. تمام، كل ده بقى قعدنا نشرحه في المحاضره يعني. اهوت، لما دي كانت اف سي هيبقى ايه، 2 اف سي، ودي سالب اف سي تبقى سالب 2 اف سي، ودول مثلثين فوق بعض عند الصفر. تمام، فاللي هيحصل ايه، ان ده 1 وربع يتضرب في 2 يبقى ايه، 2 ونص، وده سالب 1 وربع اللي هو ايه، 2 ونص. تمام، قال لك تمام. طيب بعد كده هتمشيها على اللو باس فلتر. طبعا فين القلم، لما تمشيها على اللو باس فلتر هيبقى لك ايه، هيبقى لك ده كده، فده هيتشال وده هيتشال، يبقى لك المثلث الاخير دوت اللي هو دوت. تمام كده، تمام. دي كده الاولى، ده لما دخلته على كام، على 1 وربع. تعالى ندخله على 3/4. لما تيجي تعمل نفس القصه دي على 3/4، هتلاقي ايه اللي هيحصل بقى، هتلاقي ان انت عندك المثلث الاولاني موجود فين، موجود هنا كده عند 3/4. فانت عاوز تتحرك هنا واحد صحيح، زي ما قلت لك عاوز تتحرك هنا واحد صحيح. فلما تتحرك هنا كده واحد صحيح، هيبقى لك ايه، 1 و3/4. طب تتحرك بقى الناحيه الثانيه يعني، تطرح منها يعني 3/4، تقول لي كده 3/4 ناقص 1، يبقى لك ايه، يبقى لك سالب ربع. سالب ربع، فانت دخلت في الناحيه السالبه اللي هي النقطه دي كده اللي هي ايه، سالب ربع. تمام. تيجي تعمل الثانيه، التانية أصلا متسنترة فين؟ عند سالب 3/4. فلما تيجي تزود عليها واحد صحيح، هتوصل إيه؟ هتوصل عند الربع. فبقى دلوقتي حصل بقى اللي هو إيه؟ الأوفرلابنج هنا كده، تمام؟ فهتلاقيها باظت منك خالص يعني، فهتقول له خلاص دي كده باظت، والشكل بتاعها هيطلع كده، الشكل اللي إحنا جايبينه برضو من السلايد. بس أنا عمال برجع لك كل شوية للسلايد عشان إيه؟ أحاول أجمع معاك اللي هو الشكل دوت. لما تلاقي مثلثين دخلوا في بعض، يبقى على طول إيه، ده الشكل بتاعهم في الآخر، مش بيكنسلوا بعض ولا حاجة يعني. تمام،
تمام. ليه مش بيكنسلوا بعض يعني لو قعدت تفكر فيها يعني؟ يعني انت بتقول لي دلوقتي ان في مثلثين دخلوا على بعض، تمام؟ هقول لك ليه مش بيكنسلوا بعض. لان انت ده يعتبر الحته دي كده تعتبر ايه؟ الحته دي كده تعتبر كونستنت، سي واحد مثلا جايه من المثلث ده رقم واحد، والحته التانيه اللي هي هنا برضو تعتبر عليها دي برضو اللي هي جايه من المثلث رقم اتنين ده يعتبر سي اتنين. يبقى انت عندك كونستنت واحد زائد كونستنت اتنين، يعني اتنين كونستنت والاتنين موجبين مجموعهم هيساوي صفر؟ مستحيل، اكيد مجموعهم هيبقى كونستنت رقم ثلاثة، فاهمني؟ فكونستنت رقم ثلاثة بنعبر عنها ازاي؟ بنعبر عنها بخط كده كونستنت. ومش عليك الحته اللي انا قلتها دي. طيب ماشي، عشان اتجنب الاوفرلابنج اعمل ايه؟ هتظبطها بقى من الايه، من فاهم، من اي حزمه يعني. شوف بقى اي حزمه ممكن تجيبها، ايه ممكن تجيبها منين؟ ما هات من اي حته يعني. هتقول لي ايه عشان تتجنب الاوفرلابنج؟ هقول لك تجيبها منين. هتقول لي والله لو انت عندك الحته دي اف سي، فهيبقى المفروض الحتة دي اسمها ايه؟ اف سي ناقص واحد، صح كده؟ اف سي ناقص واحد، تمام. بس والحتة دي واحد، ف لا، ثانية بس عشان انا ايه، ثواني. طيب خليني ارجعها واجيلك على طول. طيب معلش انا سرحت بس مع نفسي. بص، انت عشان تمنع الاوفرلابنج فانت مش بتمنع الاوفرلابنج من هنا، ده اصلا ده في دايره الار اكس، ده اللي حصل في دايره الار اكس. في دايره الار اكس انت بتمنع الاوفرلابنج من اول خطوه اصلا، من دايره التي اكس. فانت عاوز النقطه دي ما تقربش من النقطه دي. طب ازاي ده هيحصل؟ والله انت لو يعني سيب بعيدا عن الارقام، يعني انت لو فرضت ان النقطه دي هي دي الاف سي، تمام، وهو قالك الباند كله بواحد او الباند ويدث بواحد، فيبقى النقطه دي الخضراء دي، النقطه دي بقى اسمها ايه؟ دي بقى اسمها اف سي ناقص واحد، صح كده؟ طيب والنقطة دي بس خلاص، انت مش عاوز النقطة دي تعدي الصفر، انت مش عاوز النقطة دي تعدي الصفر. فهتقولي كده ان الاف سي ناقص واحد مالها؟ لازم تبقى اكبر من الصفر، يعني الاف سي تبقى مالها اكبر من الواحد بس. وفي اسوأ الاحوال تبقى ايه؟ تبقى او بتساويها، يبقى الاف سي اكبر من الواحد، تمام. انا جبت منين بقى اللعبة ديت؟ جبتها منين؟ جبتها لان انا لما جيت اقارن قارنت ايه؟ قارنت نقطتين تانيين ببعض، ثواني. قارنت النقطتين دول، خدت النقطة دي مع النقطة دي، فاهمني؟ قارنت الاتنين دول ببعض يعني. فهتبقى عاملة ازاي؟ هتبقى اف سي ناقص واحد اللي هي النقطة دي اسمها اف سي ناقص واحد. هتقولي كده النقطة دي لازم تبقى أكبر من أو بتساوي مين النقطة دي؟ النقطة دي اللي هي اسمها ايه؟ دي بقى هيبقى اسمها طبعا الحتة دي اسمها نيجاتيف اف سي، دي اللي هي هتبقى نيجاتيف اف سي زائد واحد. يبقى دي ايه؟ نيجاتيف اف سي زائد واحد. لما تيجي تظبطها هتلاقي ان ايه؟ خد الواحد ده ارميه هناك والاف سي دي ارميها هنا، يبقى اتنين اف سي اكبر من او بتساوي الاثنين، الاثنين مع الاثنين هتوصل برضو ان اف سي اكبر من او بتساوي واحد. خد اي نقطتين قارن ما بينهم، يعني اي نقطتين، كل الطرق تؤدي الى روما. دي مسألة رقم 4. تعالى في المسألة رقم 5، بيقول لك ايه في 5؟ بيقول لك ان انت عندك دبل سايد باند. خد بالك ان انت في المسألة دي ده مسألة دبل، تمام؟ دي مسألة دبل اللي احنا لسه حلينا. قال لك خد بالك ان هو قال لك assuming perfect ايه بقى؟ synchronization ما بين الكارير وال او ما بين يعني الايه، الميديوليتور والديتكتور، تمام كده؟ يعني ايه الكلمة ديت ان هو perfect synchronization؟ معنى كده ان انا بقول لك ان الفاي، فاكر الفاي بكام؟ بصفر. ليه؟ لان خلاص انا ظبطت الاوسيليتور او جبت synchronization محترم، فظبط لي ايه؟ ظبط لي يعني حتة الفرق اللي بينهم دوت. قال لك بقى في المساله اللي بعدها تعال ندخل حته الفرق دي. قال لك دلوقتي انت عملت ايه؟ ميديوليتد باستخدام دي ميديوليتد، تمام، والكوهيرنت ديتكتور استخدمته. قال لك ايفالويت يعني الافكت بقى بتاع الفريكوانسي ايرور لو انت كان عندك ايه، حاجه اسمها الدلتا اف، لو انت عندك نسبه ايرور اسمها دلوقتي اسمها دلتا اف، تمام كده؟ تمام. بس ده كده ايه اول حاجه. وتاني واحده قال لك ايه؟ قال لك هات لي يعني وريني بقى الكلام دوت، وريني الكلام دوت يعني بالرسم يعني، تمام. فتعال نشوف الحوار دوت كده دلوقتي، ثواني بس كده اقرا بس البتاع. بيكوز فريكوانسي ايرور ميديوليت سيجنال اكسبت بيتس، حته البيتس دي، تمام. ماشي، خلينا كده نروح نشوف. انت دلوقتي عندك ايه؟ انت دلوقتي عندك ايه؟ سيجنال خارجه من الدبل سايد بند، تمام كده؟ يعني انت عندك دبل سايد بند دلوقتي، السيجنال اللي خارجه منه شكلها بيعمل ازاي؟ الحاجات دي المفروض تبقى انت حافظها يعني، فاهم؟ بدل ما انا عمال ارجع لك الاستاذ كل شويه. الدبل سايد باند المفروض ان انت تبقى عارف ان السيجنال اللي بتخرج منه في الاخر هي دي، ده شكلها، ده كده لازم تبقى عارفه. اي سي ام تي كوزاين 2 باي اف سي تي، تمام. فهي دي السيجنال اللي ايه؟ اللي خارجه منه، تمام. هي
تمام كده، تمام. تمام ماشي. الكارير ده هتفرضه انت من عندك، عاوز تفرضه اي سي، عاوز تفرضه، عاوز تشيل دي خالص وتخليها واحد، يعني مش هتفرق يعني، فاهمني؟ براحتك يعني. بس انا بقول لك دي دايره مين، دي دايره الار اكس. دلوقتي دايره الار اكس دي بقى هو بيقول لك في ايرور صغير في الفريكوانسي بمقدار دلتا اف، ووريني الفريكوانسي ده هيأثر معايا ازاي. فقلت لك حاضر. انت دلوقتي عندك ايه؟ عندك ميكسر، دي دايره الار اكس، ده اللي هو الكوهيرنت ديتكتور. عندك ميكسر ما بين الاس تي وما بين الكارير، صح كده؟ فهتضربهم هما الاثنين في بعض. فلما تضربهم هما الاثنين في بعض ايه اللي هيحصل؟ هتاخد الترم دوت كده كله تضربه في الترم ده كده كله، تمام. فهتلاقي طبعا ايه، هتلاقي ان حضرتك عندك كوزاين، هتلاقي ان الاي سي في الاي سي هيجيب لك اي سي سكويرد، تمام. والام دي خدها بره، تمام. يبقى لك ايه، يتفضل لك ايه، يتفضل لك كوزاين في كوزاين، كوزاين في كوزاين، ده اللي هو نص. ثواني بس عشان بتاع ده وحش قوي. يتفضل لك ايه، يتفضل لك نص بره، ويتفضل لك كمان ايه، كوزاين زائد كوزاين مجموع الزاويتين، او فرق الزاويتين زائد كوزاين مجموع الزاويتين، اللي هو القانون ده يعني بتاع حساب المثلثات. فتطبق القانون لما ايه، لما تيجي تطرح دوت من دوت ايه اللي هيبقى لك، هيبقى لك 2 باي دلتا اف تي، ولما تيجي تجمعهم هما الاثنين مع بعض هيطلع لك 4 باي اف زائد 2 باي دلتا اف تي، تمام كده. تمام. احنا انت بعد كده بتمشي على لو باس فلتر، فاللو باس فلتر هيشيل لك الفريكوانسي دي العاليه، فطبعا ده هو ده الكارير الكبير، او هو ده الفريكوانسي العالي، فده هيتكنسل اصلا، ده هيتشال اصلا بسبب اللو باس فلتر، تمام. تعال بقى لدوت، دوت ايه، دلتا اف. دلتا اف ده الايرور الصغير اللي احنا كنا بنفرضه بكام، كنا احنا بنفرض في السلايد كنا بنفرضه بصفر. فلما ده يبقى بصفر هيبقى دي كوزاين صفر، كوزاين الصفر بكام، بواحد. يبقى هيطلع لك، او السيجنال دي هتطلع لك كام في الاخر، هتطلع لك الام تي، فاهمني؟ اللي هيطلع لك السيجنال بتاعتك يعني، ده اللي احنا كنا فرضينه، تمام كده. فهنقول له خلاص يعني انا بالحل بتاعي والفرض بتاعي طلعت في الاخر ان الايه، طلعت في الاخر ان الاوتبوت يعني بتاع السيجنال ده هيطلع لي في الاخر ايه، الكلام دوت يعني، تمام. قول لي تمام. تمام ده كده اول واحده. تاني واحده قال لك بقى ايه، ده كده اول واحده يعني، اول مطلوب. تاني مطلوب قال لك بقى ايه، قال لك لو انت دلوقتي الميديوليتنج ساينوسويدال، لو انت دلوقتي يعني في الكيس بتاعتك يعني، ان انت الويف بتاعتك او الميديوليتنج ويف بتاعتك اللي هي المسج يعني عباره عن ايه، ساينوسويدال ويف، حلو كده، اللي هي كوزاين يعني، هنفرضها كوزاين. بيقول لي وريني بقى الفريكوانسي ايرور دوت عليها هيبقى عامل ازاي، تمام، في الايه، في الدي ميديوليتد سيجنال. وريني البيت، البيت دوت وروني في الايرور، تمام، ووضح لي الرسمه بتاعتك، او يعني وضح لي الحل بتاعك بالرسم. فكل انت هتعمله ايه، هترسمها له. فحاجه زي كده اصلا اللي هي السيجنال دي اللي احنا وصلنا لها في الاخر دي، لما اجي ارسمها ارسمها ازاي؟ انا بقول لك ان الام دي عباره عن ايه، عباره عن مسج، تمام. خلينا نفرض اي حاجه، اي حاجه، يبقى الام تي دي هو قال لك ان هي مسج، وقال لك ان هي ايه، ساينوسويدال ويف. طيب هتبقى دي عباره عن ايه، هتبقى دي عباره عن اي ام مضروبه في كوزاين 2 باي اف ام تي، تمام. طيب ماشي، تمام ماشي. خد بقى دي وروح ايه، عوض بيها هنا. فايه اللي هيحصل، هتلاقي ان انت عندك كوزاين في كوزاين بقى، هتشتغل برضو بنفس القانون بتاع ايه، بتاع ضعف الزاويه. هيطلع لك، بص بقى كده معايا، هيطلع لك نص، او يطلع لك نص في نص، اللي هو هيبقى ربع، عشان قانون نص، قانون الكوزاين في كوزاين دوت في نص، وفي معاك نص بره، يبقى بقى لك ربع. والاي سي سكويرد ديت، نسيت السكوير، معلش، مضروب في الاي ام، ويطلع لك كوزاين فرق الزوايا زائد ايه، كوزاين مجموع الزوايا ديت. المفروض دي تبقى انت عارفها بقى من الماس، رسمتها بتبقى ايه، رسمتها بتبقى حاجه زي كده، وهي دي البيت، تمام. فيبقى هي دي الرسمه اللي هو كان ايه بيسأل حضرتك عليها. بس خليني بقى ايه، اروح اصلي واجي لك تاني. طيب خلينا نكمل. كان فاضل لنا سؤال 6 و7 و8. بص كده، سؤال 6 بيقول لك ايه، بيقول لك دلوقتي ان انت عندك كوام، بيقول لك ان انت عندك 2 سيجنال ام 1 وام 2، اللي هي ام 1 اهيت وام 2 اهيت، وبيقول لك ان الباندويث بتاع كل واحده فيهم ليميتد بكام، ب5 كيلو. فعشان كده بقى عندك 5 كيلو يمين و5 كيلو شمال، تمام، في الرسمتين يعني. بيقول لك ان انت عملت لهم يعني، بعتهم يعني في تشانل، والتشانل ديت مش عارف في الرسمه، و ذا سيجنال ات بوينت سي نيو، بيقول لك نيو بيس باند سيجنال موديليتنج. بيقول لك ان انت عند نقطه تي ديت عملت ايه، ميديوليتنج تاني، تمام كده، ركبتها على كارير تاني. يعني انا بقول لك السيجنال اللي فوق دي هتمشيها، وبعد كده هتجمعها على السيجنال اللي تحت دي اللي انت هتركبها على كارير، وبعد ما تجمعهم على بعض تروح تركبهم على كارير تاني، تمام. تمام. هو طالب منك ايه، طالب منك ترسم لي عند بي وسي ودي، ارسم لي الشكل يعني. انا بقول لك دول الشكل، الاشكال اللي معاك،
ارسم لي عند بي وعند سي وعند دي، ارسم لي الاشكال بتاعتك دي اول واحده. تاني واحده هات لي الباند ويت بتاع ايه السيجنال النهائيه، اللي هو يعني خلاص بعد ما تخرج من عند نقطه دي يعني ارسم لي السيجنال، بعد كده ارسم لي الريسيفر. تمام كده؟ طيب تعالى كده ايه واحده واحده، هو ده السؤال ده لذيذ قوي يعني. المهم ان انت ايه اللي هيحصل، هتقول لي ان انت عندك طبعا السيجنال اللي فوق دي هتعدي عادي مفيش اي مشكله. هقول لك فا ايه بقى، ثواني بص كده معايا. انت دلوقتي عندك السيجنال اللي فوق دي، بص كده انت عندك السيجنال اللي فوق دي هتفضل زي ما هي هنا كده، يبقى انا عند النقطه دي اللي هيحصل لي السيجنال اللي فوق هتفضل زي ما هي، اللي هو ايه دي كده تمام، وده طبعا نقطه الصفر دي كده عند النقطه اللي فوق اللي هي نقطه ايه، هو مش بيسالني عند نقطه ايه مفيش حاجه في السكه، فهي هتعدي زي ما هي. تعالى بقى اللي تحت، اللي تحت ده بيقول لك دلوقتي ان انت عندك 2 كوزاين 2 باي في 10000 او 10 كيلو يعني في تي. ايه الكلام اللذيذ ده؟ ده عباره عن ايه كوزاين صح، كوزاين دي يعني 2 امبلس، يعني واحده ايه واحده امبلس هنا كده والتانية امبلس هنا، مش ده هيتضرب في ده؟ طب دوت ده شكل كده، شكل ده كده شكل يعني ما مش عارف، انا اصلا مش عارف الشكل ده اسمه ايه، ده ايه في الفريكوانسي صح، يعني دي انت لو خليتها في التايم هيبقى اسمها كده ام 2 في تي صح كده. ديت لما تخش على الميكسر دوت ايه اللي هيحصل، هتتضرب في دي، ودي ايه فانكشن في التايم، فدي تعتبر ايه تايم دومين، اتنين مضروبين في التايم دومين يبقى اصلهم ايه كونفوليوشن في الفريكوانسي. فعشان كده هو اداك رسمه دي في الفريكوانسي عشان تقوم انت تاخد الكوزاين تقول لي عباره عن اتنين امبلسز، واحده عند كام سالب 10 كيلو والتانية عند كام 10 كيلو. عرفت منين؟ لان دوت فاهمني احنا كنا دايما بنشتغل على انها رموز، هو لا هو اداك ارقام بقى المره دي تمام. فكل اللي هعمله هاخد الشكل دوت اشفته هنا مره واشفته هنا مره عند الامبلسز دي، فهيبقى عامل ازاي؟ هيبقى مثلا حاجه هنا كده وهيبقى حاجه هنا كده تمام، والامبلسز هتتشال يعني الامبلسز كانها مش موجوده. يبقى انت وصلت للنقطه دي وانت معاك ايه، وصلت للنقطه دي وحضرتك كده معاك ايه هقول لك ده كده الصفر، وعندك هنا كده عند الكام عند 10 كيلو معاك ايه معاك حاجه كده، وعند الناحيه التانية اللي هي سالب 10 كيلو معاك ايه معاك حاجه كده تمام. وبقول لك ان الناحيه الواحده فيها كام شاله 5، فدي طبعا هتبقى 15 ودي هتبقى 5 ودي هتبقى سالب 5 ودي هتبقى كام سالب 15 تمام، ودي طبعا ايه الواحده ماسكه 5 يبقى دي كده 5 ودي كده كام سالب 5. بقول لك بعد كده بقول لك اعمل ايه، بقول لك بعد كده اجمعهم على بعض، مش ده بيجمع اه، كل اللي هيحصل ان انا لما اجمع الاثنين دول على بعض ايه اللي هيحصل؟ طبعا انت المفروض تبقى انت ملاحظ على طول ان دي ايه ماسكه من يعني دي ماسكه من سالب 5 لحد 5 وهنا من سالب 5 لحد 5 هي فاضيه، فايه اللي هيحصل ايه ان لما تجمعهم على بعض هيبقى لك ايه اللي هو دي كده يعني فاهمني، يعني هتبقى رسمت حاجه زي كده. فبعد كده حضرتك السيجنال دي اللي هو المنظر ده، ده اللي هيبقى موجود فين، ده اللي هو هيبقى هنا عند نقطه السي، يبقى انا كده رسمتها عند السي. طب مين هي البي؟ البي اللي هي لونها ازرق دي او لونها لبني دي. بعد كده عاوز اعمل ايه، عاوز اخد الشكل ده ادخله على كاري تاني بمقدار 20. ازاي ادخله على كاري بمقدار 20؟ يعني ايه كاري 20؟ يعني برضو اتنين امبلسز بس بدل نيجاتيف 10 هتبقى نيجاتيف 20، ودي هتبقى كام 20، يعني دي كده هتبقى 20 ودي كده هتبقى ايه نيجاتيف 20 بس كده. فهتعمل ايه، هتاخد الشكل ده كله تسأل نفسك سؤال، فين صفر الشكل؟ صفر الشكل اهوت، شايف صفر الشكل دوت، خد الصفر دوت خلي النقطة دي مرة هي اللي سالب 20 وخلي النقطة دي مرة هي اللي سالب 10. فالكلام ده هيتعمل ازاي؟ الكلام ده هيتعمل كده، اول واحدة اهيت زي ما قلت لك هتبقى عند السالب 10 والسالب عند ال 10 والسالب 10، ده اللي هو ايه لما مشيت على الكالي الاولاني جمعتهم على بعض تلاقي لي حاجة زي كده. بعد كده هتعمل ايه، هتسأل نفسك فين صفر الشكل، اهو صفر الشكل اهو، تخليه عند السالب 20 وتخليه بعد كده عند ال 20. ليه؟ لان انا عاوز اعمل له كونفليوشن مع كوزاين اللي هي عبارة عن 2 امبلسز عند فريكونسيز 20 تمام كده. فكأني هنا كده بقول لك هنا الامبلس بتاعت الكوزاين كانت هنا وهنا، اللي هو ايه كأني بعمل كونفليوشن مع دوت كده مع الاثنين كوزاين دول او الاثنين امبلس دول يعني اللي هي الكوزاينايه ديت. فاللي هيحصل ايه ان الشكل هيتشفت مره كده ومره كده بس، وتمشيها بقى واحده واحده بارقامها. يبقى ايه عندك هتمشي هنا كده خطوه بخمسه، يبقى انت كنت ال 20 يبقى مشيت هنا بقت 25، وبعد كده دي كلها على بعضها ب 10 تمام. فيبقى ايه 25 و10 يبقى كام 35، وبالمثل الناحيه الثانيه سالك على الباند ويث، الباند ويث اللي هي الناحيه الموجبه من هنا لحد هنا يبقى اخرك كام 35، بس الاجابه مش 35. ليه؟ لان انت سايب 5 في الاول، يبقى انت الباند ويث بتاعك من ال 5 لل 35، من 5 ل 35 يبقى قد ايه؟ يبقى 30. طيب عاوز اعمل الريسيفر، اعمل الريسيفر ازاي؟ هقول لك هتعمل الريسيفر ازاي، بص كده معايا. انت دلوقتي اللي حصل، انت دلوقتي حضرتك دلوقتي اخدت ايه، اخدت
سيجنال هنا كده، واخدت ديت دخلتها على ميكسر، وبعد كده رحت جمعتهم مع بعض، بعد كده رحت ايه رحت قمت مدخلها على ايه على ميكسر تاني. طيب لما تيجي تعمل ريسيفر بتعمل ريسيفر عكس اللعبه، يعني ايه يعني بتعمله عكس اللعبه. بص في طرق كتير جدا لشرحها، بس اسهلها يعني انت بتقوم عاكس، فايه اللي هيحصل؟ هياخد السيجنال يعني دي كده خلاص تعمل دي كده الاس تي، تمام. انا عشان احلها كويس ان انا كده بره، لما اجي احلها هعمل ايه؟ هقول له ان الاس تي دي انا الاول عاوز اخدها ادخلها على ايه على الميكسر. الميكسر ده اللي هو ايه اللي هو كان 20، اللي هو يعني اللي هو دوت شايف دوت كده، اخده احطه هنا، ده كده الميكسر بتاع ال20. بعد كده هطلع على طريقين، الطريق اللي فوق اللي هو دوت هيخرج لي سيجنال واحد ام واحد، الطريق اللي تحت دخل على الميكسر هنا يقوم داخل لك برضو ايه على الميكسر هنا تاني. الميكسر اللي تحت ده اللي هو ال10 اللي هو بتاع ده اللي هو ال10 اللي هو دوت يعني، هو اللي يبقى هنا، تمام كده. بس بعد كده ايه؟ بعد كده متنساش اللو باس فلتر بتاعك، لو باس فلتر، ومتنساش هنا برضو ايه اللو باس فلتر. ليه؟ لان دي كانت شغالة ايه، دي شغالة اللي هو الدبل سايد، دي شغالة دبل سايد بوز باند اللي هي الدبل سايد، تمام. فهتبقى انت كده خلاص خلصت، مش هتاني. طيب مسألة رقم 7، بص كده معايا في مسألة رقم 7 دي، بيقولك بيقولك ايه. بص مسألة رقم 7 دي عاملة زي ايه، هقولك عاملة زي مسألة رقم 5 يعني نفس الفكرة يعني ايه، ودي بقى بالظبط دي اللي موجودة في الاستاد بالظبط. هو عاوز منك ايه في الاخر يعني، هسيبك انت تقرأها مع نفسك. هو بيقولك اثبت لي حاجة اسمها الكروس توك. مين يعني ايه كروس توك؟ الكروس توك دوت يعني انا بقولك اثبت لي ان اسمه ايه ده، ان في فرق او يعني. بص فاكر انت في الستايل، فاكر في الستايل لما احنا فرضنا، لما احنا وصلنا في الاخر لايه، وصلنا لدي، فاكر الستايل دي لما قلت لك في الاخر انت عندك كوزاين فاي، وكوزاين الفاي دي قلت لك ايه يعني ممكن تعمل لنا مشكله ومحتاجين نعمل ايه سينكرونايزيشن محترم ما بين التي اكس والار اكس والكلام ده كله، فاكر انت الكلام ده. هو بقى المساله دي على الحته دي بس، اللي هو هو عاوز منك ايه فيها. بيقولك دلوقتي لو انت عندك ايرور فيز ايرور دلتا فاي ما بين مين ومين، ما بين الريسيفر الار اكس اللي ما بين الار اكس والتي اكس، حلو كده. بيقولك اثبت لي بقى ان المفروض يعني ان انت الباص رقم فوق، الباص ايه الباص رقم فوق، الباص اللي فوق يعني يطلع لك اي سي ام 1، والباص اللي تحت يطلع لك اي سي ام 2. ده المفروض اللي احنا مستنينه حتى ايه من البتاع ديت فين، استنى اوريلك ديت. انت مستني مدخل هنا ام 1 ومدخل هنا ام 2، فانت مستني اللي يخرج في الاخر ايه، مستني هو مرسمهاش وكانت مرسومة اهي، ما هي كانت قصادها، مستني اللي يخرج من هنا اي سي ام 1 ومستني اللي يخرج من هنا اي سي ام 2، ده اللي انت مستني يخرج، تمام. انا بقى بقول لك اثبت لي بقى الشيت بقى، المسألة بتقول لك ايه، اثبت لي بقى ان اللي هيخرج لك لو في دلتا فاي يعني او في فيز، اثبت لي ان اللي هيخرج من اللي فوق دوت ام 1 مع ام 2، واللي هيخرج من تحت دوت ام 2 مع ام 1، تمام. اثبتها لي، ولو ثبتها يبقى الحركة اللي انت عملتها دي هي دي اللي اسمها كروس توك، تمام. فاحنا في الاستايل لما احنا كنا شغالين في الاستايل فاكر عملنا ايه؟ كان ايه اللي بيطلع لنا؟ كان بيطلع لنا إيه يعني الباص اللي فوق دوت كان بيطلع لك ام 1 اهيت، ام 1 اهيت، والام 2 كانت تلاقيها تصفر في الباص اللي فوق، والباص اللي تحت يحصل العكس، ام 1 هي اللي تتصفر وام 2 هي اللي تفضل، تمام. ليه؟ لان احنا في الاستايل دي كنا فرضنا ان مفيش فاي، حتى بص المعادلات كلها ما فيهاش فاي، الفاي مش موجوده معانا، تمام. بس هي في الحقيقه هي هتبقى موجوده، او في المساله بتاعتنا بقى هي موجوده يعني. هو بص يعني انا قاعد عمال بحاول افهمك المساله لكن حلها في سطرين، لكن انا بحاول افهمها لك. هو ايه اللي حصل؟ بص كده معايا في الحته دي، فاكر لما انا قلت لك الدبل سايد باند دوت هو عباره عن نظريه، وشرحت لك النظريه، بعد كده شرحت لك الكوهيرنت ديتكتور، وقلت لك ايه بقى في النظريه ديت، ان انت ايه ان انت بيبقى فيه في دايره الار اكس يعني ممكن الكارير دوت مش هيبقى مظبوط بالظبط زي التاني، هيبقى فيه دلتا فاي، تمام كده. وقعدنا نشرحه، بعد كده اتفقنا ان في حاجه تانية اسمها كوام، ان انا عاوز ابعت رسالتين. قلت لك ايه؟ ان انت محتاج كارير في التي اكس ومحتاج كارير في الار اكس. هل انا هنا ذكرت لك ان انت ما بينهم ممكن يكون في فاي؟ لا انا ما ذكرتش، انا ذكرت لك الفاي دي ممكن تبقى موجوده فين، ممكن تبقى موجوده في الكوهيرنت ديتكتور لما انت كنت بتستقبل مسج واحده بس، اللي هي دي اللي هي دي، ما انت هنا اهو انا بستقبل مسج واحده، تمام. فذكرت لك الفاي. طب لو انا هستقبل رسالتين، هل انا ذكرت موضوع الفاي؟ لا ما ذكرتش موضوع الفاي. بس هو بقى في المساله بيقولك لا، انت بقى حضرتك هتستقبل رسالتين دلوقتي شغال كوام، تمام، هتستقبل رسالتين وعندك فاي، وريني بقى ان اللي هيخرج فوق مش هيبقى الام 1 بس، هيبقى ام 1 زائد ام 2، واللي هيخرج تحت مش هيبقى ام 2 بس، هيبقى ام 2 زائد ام 1. لو عرفت تثبت الكلام ده يبقى ايه، يبقى دوت اسمه كروس توك، تمام. اهو الكروس توك، تمام. ده قصه المساله يعني، هي دي قصه المساله، وهو ايه رسم لك ايه، رسم لك الريسيفر. فهتشتغلها ازاي بمنتهى البساطه؟ المفروض ان انت عارف طبعا الرسومات، فانت عارف ان الاس تي بتبقى عباره عن ايه، انت المفروض حضرتك عارف ان الاس تي في الكوام بتبقى حاجه بالمنظر ده،
عرفت منين الكلام ده؟ من السلايد اهيت. الكلام ده اللي انا ايه عمال بقولك المفروض تبقى حافظه اهوت. ال اس تي اهيت دي، لو انت شايف الماوس يعني بيكتب فين. تمام، هي دي كده ال اس تي. تمام، فين البتاع اهوت. تمام، قمنا كاتبينها، دي ال اس تي بتاعتنا. انا هشتغل في الابر باس اللي هو الباس اللي فوق. الباس اللي فوق كان عبارة عن ايه؟ كان عبارة عن السيجنال هتخش على مين؟ هتخش على الكارير، نفس الكارير اللي كان فوق. تمام، اللي هو اهوت ده يعني بص ده اللي هو الكارير بتاعي، او المفروض ان انت عارف الرسم من هنا. ده اللي هو الكارير بتاعي، هيخش ايه الكارير اهوت، هيخش يتضرب فيه السيجنال اسهل للاس تي بس. فالاس تي اهيت، والاتنين في الكارير اهوت. وطبعا ما تنساش الدلتا فاي، تمام، اللي انت هتثبت بيها بقى. تمام، بس كده هتبدأ بقى تقول الاس تي دي اهيت معايا فوق، اضرب لي كل اللي فوق ده، اضربه لي في 2 كوزاين. فيبقى هنا كده كاني بقول لك هنا ده في 2 كوزاين، وده كده فيه 2 كوزاين. تمام، كوزاين في كوزاين. او بص، خد لي الاتنين مع الاي سي ام واحد دي، خدها لي بره. هقول لك بص انا عملتها على طول. بص انت هنا كده كانك فعلا بتضرب في 2 كوزاين. تمام كده، تمام. هتقول لي الكوزاين مع الكوزاين دي هتجيب لك ايه؟ كوزاين مع كوزاين هتجيب لك نص كوزاين مجموع زائد كوزاين الفرق، صح كده؟ طيب الاتنين مع النص هيطيروا مع بعض، يبقى لك اي سي في ام واحد اهو. وبعد كده كوزاين مجموع الزوايا زائد كوزاين ايه؟ فرق الزوايا. تمام، ليه بقى يعني، او ليه مجموع الزوايا، او ايه هي الزوايا؟ خد بالك ان الكوزاين اللي انت بتضرب فيها هي عبارة عن كوزاين ايه؟ 2 باي اف سي تي زائد دلتا الفاي. تمام، انت بتضرب الكوزينتين دول دلوقتي في بعض اللي هي دي ودي، فمجموع الزوايا هيبقى 4 باي اف سي تي زائد دلتا فاي. هي دي. تمام، فرق الزوايا هيبقى دلتا الفاي. تمام، بعد كده زائد نفس القصه هنا، كوزاين ونفس الانجل دي كده كلها هنا، فيبقى لك ايه؟ كوزاين في ساين بتجيب لك ايه؟ بتجيب لك ساين مجموع الزوايا زائد ساين فرق الزوايا. تمام، فهتبقى ايه؟ نفس القصه. فلما تيجي تبص بقى، لما تيجي تبص اللي احنا وصلنا له دوت، هتلاقي ايه اللي هيحصل في الاخر؟ هتلاقي ان انت طبعا دوت الترم دوت والترم دوت هيتشالوا بايه؟ باللو باس فلتر. ده في سهم هنا كده هيتشالوا لك ايه؟ باللو باس فلتر. انت في الاخر بتستخدم لو باس فلتر او اللو باس فلتر. فاي حاجه متحمله على كارير كبير هتتشال، فالكارير ده هيتشال، والكارير يعني كل الكارير هتتشال يعني. تمام كده، تمام. هتلاقي ان انت فاضل لك ايه؟ خلاص ده كده اتشال وده كده اتشال. هتلاقي ان انت فاضل لك ايه؟ فاضل لك اي سي ام واحد مضروب في الكوزاين دلتا فاي، واي سي ام اتنين مضروب في ساين دلتا فاي. خد بالك ان احنا في السلايد كنا بنقول نفترض ان دلتا فاي دي بصفر، فساين الصفر بكام؟ بصفر. فهتبقى الاي سي ام 2 بصفر، وكوزاين الدلتا فاي اللي هي دي كده بصفر، يبقى كوزاين الصفر بكام؟ بواحد. يبقى يطلع لك في السلايد كام؟ اي سي ام 1. اي سي ام 1 دي كده، ده اللي السلايد قالته. تمام، لكن لا، انا دلوقتي لما اشتغلت، لما انا اخدت في اعتبار الدلتا فاي، طلع لي ايه في الاخر؟ طلع لي ايه في الاخر؟ طلع لي الاي سي ام 2 مضروب في ساين دلتا فاي اهيت، وطلع لي الاي سي ام 1 مضروب في كوزاين دلتا فاي اهوت. تمام، يبقى هو ده الايه؟ الكروس توك. بس كده، ده اللي هو ايه في الابر باس. نفس القصه بتمشي في اللور باس، نفس القصه بالظبط، بس انا ما كملتهاش، بس انت هتكملها. بس كده، هي دي المساله، فاهم يعني بالظبط من السلايد. طيب هات اخر مساله. اخر مساله بيقول لك ان انت عندك سنجل سايد باند، وبيقول لك ان انت عاوزين ايه، وبيقول لك ان انت عاوز يعني، بيقول لك عندك سنجل سايد باند عند الايه؟ عند الاف سي. الكارير بتاعه عند الاف سي، اشتغلها لي مره. هات لي يعني الاوتبوت بتاعك مره عند الايه، مره وانت شغال على الابر سايد، ومره وانت شغال عند اللور، على اللور اللور سايد. طيب ده بقى سهل قوي. بص، هتفرض اي حاجه، انا فرضت ان انا عندي سيجنال اسمها ايه، اسمها شكلها مثلث يعني. تمام، فطبعا المثلث دوت السنجل سايد باند بيرسل الرساله بتاعته في الاخر، بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن حاجه زي كده. انا اقولها لك تاني اهو. هو قالك هو عباره عن دبل سايد، وبعد كده بندخل له على باس باند. في باس باند اسمه ايه ده؟ باند باس. انا فصلت باند باس فلتر. تمام كده. المهم يعني الدبل سايد باند ده بيطلع لك مثلثين يعني. تمام، بعد كده هتدخله على ايه؟ على الباند باس فلتر. فاسمه ايه ده؟ فانا يعني دخلت على حته اللي هي معايا السيجنال دلوقتي من ايه؟ من بعد الباند باس فلتر، اللي هو معايا نص مثلث هنا ومعايا نص مثلث هنا. قال لك انا عاوز اعمل له كونفليوشن مع مين؟ عاوز اعمل له كونفليوشن مع الامبلسز دي، الامبلسز ديت، مظبوط كده؟ طيب ماشي،
تمام. بعد كده هتعمل ايه؟ هتلاقي ان انت عشان تعمل الكونفوليوشن دي هتلاقي ان انت عندك الصفر دوت، ده صفر الرسمه صح كده. صفر الرسمه ده موجود فين؟ موجود عند، او المفروض ان انت هتحطه فين؟ هتحطه عند الامبلس دي صح كده. يبقى النقطه الحمراء دي هي النقطه الحمراء دي، فهتلاقي ان المثلث ده هو اللي هيبقى بعيد قوي ده كده تمام. والمثلث ده هيبقى فين؟ المثلث ده هيبقى هنا كده. طيب اللي هو الاف سي زائد الكلام دوت. فلما تقول لي اف سي زائد الكلام دوت، طبعا النيجاتيف دي هتمشي مع دوت، هيبقى لك ايه؟ نيجاتيف اف سي اللي هي الحته دي تمام. ادي كده، دي كده الاولى. تعرف الثانيه، هتاخد لي نفس النقطه، النقطه دي كده تخليها فين؟ تخليها عند الامبولس دي تمام. تمام، الصفر هو اللي هيبقى فين؟ عند الامبولس. فالمثلث دوت هو اللي هيتاخد هنا كده، مفيش فيه اي مشكله، ده مفيش فيه مشكله. طيب المثلث ده بقى هيتاخد فين؟ ده اللي هيبقى ايه؟ هيبقى هنا، هنا كده تمام. السالب اف سي لما تتجمع على الحته ديت هيطلع لك ايه في الاخر؟ هتلاقي ان الاف سي دي هتمشي مع نيجاتيف اف سي، يبقى لك في الاخر بوزيتيف الدلتا اف اللي هي الحته دي، بوزيتيف الدلتا اف. فطبعا خلاص دخلوا ببعض، يبقى هو ده الايه؟ الاوفرلاب تمام، او خلاص هو حصل اوفرلاب، ويعني خلاص هي باظت مني تمام. تمام، ده كده ايه؟ وانا شغال على اللي هي المثلثات البعيده، اللي المثلثات ده اصله كده. فالمثلثات، المثلثات البعيده دي اللي هي الايه؟ اللي هي الابر. تعال نشتغل على اللور. فاللور شكلها عامل ازاي؟ يعكس المثلثات بقى تمام. فالمثلثين بقوا من جوه، ده كده اللي هو اللور كونفوليوشن برضو. فاللي هيحصل ايه؟ اه انا عملتها على طول. بص اللي هيحصل ايه؟ ان انت نفس القصه، لو انت جيت عملت الخط هنا كده تمام، الصفر دوت اللي هو فين؟ اللي ده هو المفروض تخليه دلوقتي عند النقطه دي هنا كده. فالمثلث دوت هيتاخد هنا كده بعيد تمام، والمثلث دوت هو اللي هيبقى فين؟ هو اللي هيبقى هنا كده تمام. تمام، والاف سي دي لما تيجي تجمعها هنا هيبقى دي كده فين؟ عند الدلتا اف صح كده. تمام، بعد كده تعالى كده في الثانية. بص هتاخد، خلي برضو النقطة دي عند فين؟ عند الامبولس دي تمام. طيب تمام، بعد كده متنساش ان الصفر اصلا، الصفر كان هنا تمام كده. والنقطة دي اللي هي ايه؟ دي كده نقطة اللي هي سالب اف سي سالب دلتا اف تمام كده. تمام، ما علينا. يعني بعد كده هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان انت دلوقتي عاوز تخلي الرسمة دي فين؟ عند الامبولس دي. فاللي هيحصل ان ايه؟ المثلث دوت هو ده اللي هيبقى بعيد قوي، ده كده بقى هنا كده بقى بعيد قوي. والمثلث دوت لما تيجي، المثلث ده لما تيجي تجمعه على الحته دي هتلاقي الاف سي هتمشي مع السالب اف سي، يبقى لك ايه؟ بوزيتيف دلتا اف اللي هي شكلها هيبقى ايه؟ شكلها هيبقى كده تمام كده. ودي ايه؟ هي دي كده نقطه الدلتا اف تمام. تمام، طبعا ايه؟ طبعا دي هتعملها ودي هتعملها، وبرده نفس القصه فوق، دي كأنك مش شايفها ودي كأنك مش شايفها بسبب الفلتر وكده. فهتلاقي في الاخر ان سواء انت اشتغلت ابر او لور، هتلاقي ان ده شكلها كان كده، اللي هو في الاخر هيقلب معاك حاجة عجيبة، ودي شكلها بقى كده. والسيجنال الاصلية بتاعتك كانت ايه؟ كانت مثلث. فسواء انت اشتغلت ابر او اشتغلت لور، مفيش واحدة فيهم هتطلع لك ايه؟ هتطلع لك شكل السيجنال الاصلية. يبقى ولا ده هينفع ولا ده هينفع، بس يعني هو ده ايه؟ هو ده الشيت بتاعنا. بس هو هو دوت ده كده ايه؟ الشيت بتاعنا. هو شيت لذيذ يعني، يعني هو سهل قوي. هو الفكره كلها بس ان انت تبقى عارف ايه كل نوع من دول، من الحاجات اللي احنا قعدنا ندرسها ديت، تبقى عارف كل نوع بيخرج ايه، يعني بيدخل له ايه وبيخرج، وبيخرج ايه تمام، سواء في دايره الار اكس او دايره التي اكس. بس يعني ده كده الشيت، وهتلاقيني رفعت لك الحل بقى تحت او اي حاجه تمام. ماشي، وبس كده، شكرا.